التطبيق الفعال لأنظمة إدارة سلامة الغذاء ضرورية لضمان سلامة الأغذية التي تنتجها أو تبيعها أو توزعها المؤسسات الغذائية. يحتاج المشرف الصحي إلى الاحتفاظ بسجلات ومستندات عديدة كجزء من نظام متكامل للتأكد من أنه يتم طهي الطعام بطريقة جيدة ويتم تخزينه وتداوله بطريقة صحيحة. إن حفظ هذه المستندات والسجلات وتحليل البيانات المدخلة واتخاذ القرارات اللازمة يحتاج إلى الكثير من الوقت والموارد، ولكن تطبيق الفحص الذاتي من خلال منصة Foodwatch سيساعدك على توفير الوقت والمال وجعل تلك العملية أكثر فعالية. يبدأ المشرف الصحي في بداية وردية عمله بالتدقيق المبدئي، ومن ثم يقوم بالتدقيق على العمليات طوال فترة العمل، بالإضافة إلى التدقيق على معدات ومركبات نقل الأغذية من خلال استعمال تطبيق Foodwatch. يسجل المشرف الصحي درجة حرارة الطعام وبيانات تخزينه وأي معلومات إضافية من خلال التطبيق. إذا لاحظ المشرف الصحي أي آثار لوجود آفات، فيمكنه إرسال إشعار مباشر إلى شركة مكافحة الآفات المتعاقد معها لتوفير الجهد والوقت في التسجيل والمتابعات والتأكد من فعالية النتائج. أثناء التدقيق على العمليات واستناداً إلى نوع الغذاء ومنطقة التحضير، يمكن للمشرف الصحي الاحتفاظ بسجلات رقمية تتوافق مع الضوابط المحددة في نظام سلامة الغذاء، ويجب تسجيل الإجراء التصحيحي في المنصة في حالة عدم المطابقة. يعمل التدقيق الذاتي على تبسيط العمليات المعقدة بطريقة سهلة الاستخدام من خلال منصة Foodwatch، ويتيح للمشرف الصحي وضع جميع المعلومات الخاصة به في نظام فريد بلا أوراق. منصة Foodwatch هي منصة متكاملة تعمل على ربط جميع المستخدمين والمستهلكين في السلسلة الغذائية،